يا سيد مهند. صباح الخير. يا هلا. صباح المشاهدين. حياك الله أستاذ مهند. يعني في البداية نتساءل وتساءل المواطنين، لماذا تم إدراج الشرط صحيفة خلو سوابق للعام الحالي على شروط تقديم طلب توظيف لمديريات التربية والتعليم في محافظات الوطن؟ صباحك وصباح الجميع، وأنا بحب أقول لكل المتقدمين كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يا رب تكون سنة خير على الجميع وسنة توظيف للباحثين عن فرص توظيف إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لسؤالك عزيز، يعني هو بصراحة بالنسبة لصحيفة خلو السوابق هي متطلب في قانون مدني، وهي موجودة في اللوائح التنفيذية المفسرة لقانون الخدمة المدنية، وتحديدا المادة 18 والتي تنص على مقدم طلب التعيين في وظيفة شاغرة أن يصرف طلبه المستندات الآتية. نعم. صورة عن شهادة الميلاد الرسمية، صورة عن الشهادات العلمية، صورة عن شهادات الخبرة العملية، صورة عن بطاقة الشخصية أو جواز السفر، صحيفة خلو السابق، وصورة شخصية وإقرار بصفته الذاتية على النموذج. نعم. حاليا وزارة التربية والتعليم انطلقت في هذا الشرط من اللوائح المنظمة لقانون الخدمة المدنية. لكن هذا أستاذ مهند على مقدم طلب التعيين، يعني في حال تم التوظيف، أو بالأحرى في حال تم تقدم للطلب التوظيف، ومن ثم مرحلة التقدم للتعيين أو الاختيار، يعني عملية التوظيف، يعني اجتياز امتحان التوظيف ممكن بما معناه. فهنا كان اللبس عند المتقدمين والمتقدمات، أنه أنا لسه بقدم لطلب توظيف وأنا لست بمعين أو طلب تعيين. هذا طلب تعيين، هذا طلب توظيف هو طلب تعيين نفسه، التفسير يعني واضح على مقدم طلب التعيين في وظيفة شاغرة، واضح لما شرط في الموضوع انه في وظيفة شاغرة. هل كانت تطلب للأعوام السابقة هذه الصحيفة ام فقط كان يكتفى بعدم المحكومية؟ لا، قضية صحيفة خلو السوابق متطلب سنويا نطلبه، لكن في العام الماضي أو السنوات السابقة كان يتم طلبها عند التعيين، وهذا ما نتحدث عنه، وهذا ما يتحدث عنه المواطن وبحاجة له، لأنه عمل له إرباك وتساؤل. يعني الفترة الزمنية لتقديم الطلبات وجيزة والكل بيعرف ذلك، والمواطن خلال هذه التساؤلات النسبة يعني بتوه بين وين بدي أجيبها، وبيتساءل شو وظيفتها وإلى ذلك. فخلصت الفترة الزمنية، احنا بنحكي نهاية الأسبوع الأول، اليوم احنا الخميس. يعني أنا أول حاجة بحب أطمن المتقدمين جميعهم أنه استلام الطلب حتى 21 الشهر ليس مرتبط بإحضار صحيفة خلو السوابق. وإحنا بالأمس كنا معممين على مديريات التربية والتعليم أن يكون استلام الوثائق وثيقة أو صحيفة خلو السوابق حتى 5/5، ومساء أمس تم تعميم من وزارة التربية والتعليم، وحتى إعلاميا بعرفش إذا وصلكم التعميم، أن يكون آخر موعد استلام صحيفة خلو السوابق هو 29/6/2016. هذا بالنسبة لصحيفة خلو السوابق، صحيح. زيها زي باقي الوثائق التي يعني ممكن يحضرها المتقدم ليزيد نقاطه أو لكم. أما الطلب الرئيسي وتجديد الطلب آخر موعد لاستلامه 21/4/2016. طب سيد مهند، يعني هنالك أنباء تقول أنه لربما توقعات بإلغاء الحصول على هذه أو هذا الشرط من شروط طلبات التوظيف في التربية والتعليم، ما مدى صحة هذه التوقعات؟ كوزارة التربية والتعليم احنا نلتزم بنصوص القانون، فيما لو تم إزالتها من قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية احنا لا يوجد لدينا أي مشكلة، نحن نطبق أحكام القانون وإنفاذ القانون، ولا يوجد لدينا أي مشكلة ولا أي يعني استهداف إنه هاي الصحيفة احنا قاصدينها بقدر ما هي متطلب قانوني. أستاذ مهند، فقط لتوضيح التسلسل في الحصول على هذه الصحيفة، إذا كان بالإمكان تعريفه للسادة المشاهدين والمستمعين وإيانا. يعني الصحيفة يتطلب صحيفة الخلو السوابق هي تصدر عن وزارة الداخلية،
صحيفة خلو سابق حسب ما بلغنا من الإخوان لهم يسبق لي أن طلبت هذه الصحيفة من وزارة الداخلية هم بطلبوا عدم محكومية من وزارة العدل. يعني يجب قبل إصدار شهادة أو صحيفة خلو سابق أن يكون لدى المتقدم بطلب صحيفة خلو سابق شهادة عدم محكومية من وزارة العدل. نعم. طب بالنسبة للرسوم هل هي ذاتها التي كانت تدفع في السنوات السابقة؟ في شكوى أنه 45 شيكل أو 50 شيكل اللي كانت ستدفع للمعلمين رح تطلع منها، فهيك الشارع الكرمي بيقول، فإحنا بنحب ننقلكم رسالة الشارع الكرمي. يعني تحياتنا للشارع الكرمي. كما تعلمون أصدقائي أنه وزارة التربية والتعليم لا تتقاضى أي شيكل مقابل أي طلب توظيف، مع العلم أنه هناك أعباء تتحملها وزارة التربية والتعليم ما بين استلام الطلبات والكادر البشري الذي يقوم بالتدقيق وعمل إجراءات التوظيف واختبار التوظيف وكل تكاليفه دون أن تتقاضى من أي متقدم أي شيكل. أما إذا تم الحديث عن أي رسوم أو طابع هي مقرر بالقانون في وزارات أخرى وتدخل في خزينة الدولة. يعني إن شاء الله الأمور باتت واضحة، وفي المدة الممنوحة 29/6 كحد أقصى لإلحاق الوثائق، يعني بالتالي موظف التربية والتعليم راح يقبل الطلب وراح يقبل الوثائق الموجودة ويتم تقديمك كمقدم للطلب عادي، يعني وراح تخوض الامتحان، لكن إرفاق الوثائق راح يكون تباعا وضمن فترة زمنية محددة. نعم. وبالنسبة أيضا دوام مثلا الموظفين في وزارة العدل من الساعة 8 لغاية 12، هل تم الإعلان بالنسبة للمتقدمين والمتقدمات أن الدوام لن يكون كالدوام الحكومي للساعة 3؟ لأنه في استغراب بيقولوا من الساعة 8 إلى 12 وفي ضغط كتير، موظف واحد على الكمبيوتر بلحقش. يعني أنا هذا الموضوع بخص الأخوة في وزارة العدل، بإمكانكم اللجوء لجهات الاختصاص في وزارة العدل وهم ممكن لديهم إجابة أو مبرر لهذا الإجراء. أما من طرفنا إحنا كوزارة التربية والتعليم إحنا دوامنا من الساعة 8 في الوزارة حتى الساعة 3، وفي مديريات التربية والتعليم من الساعة 7:30 حتى 2:30. وأحيانا أعتقد زملائنا في مديرية التربية والتعليم يعملون ساعات إضافية. يعني نتمنى بتأكيد دائما وأبدا تقديم الخدمات الأمثل والأفضل لكل المواطنين والمواطنات. شكرا جزيلا لك السيد مهند أبو شمة مدير